طيب مثال تاني بستخدم فيه برضه الكور باي ريفرنس، هعمل نفس الفانكشن اللي هي اسمها اد اند ملتبلاي، بس هطور فيها شويه. هخلي الفانكشن دي بتاخد مني مجموعتين ارقام وبتطلع لي جمعهم وضربهم، فعندي مجموعتين ارقام، كل مجموعه خمس ارقام وخمس ارقام محطوطين في اتنين اريز، وعايز اجمعهم واضربهم واطلع نتائج ده. طيب فعندي بقى انتجر a اوف 5، دي بتتكون دي عباره عن مصفوفه من خمس ارقام 1 2 3 4 5، و b اوف 5 هي عباره عن 5 4 3 2 1، عايز اجمعهم واضربهم. فيبقى عندي اتنين arrays هحط فيهم النتائج، واحدة اسمها result add وواحدة اسمها result multiply، واحدة هيحط فيها نتيجة الجمع وواحدة هيحط فيها نتيجة الضرب. هنادي ال function اسمها add and multiply، وهبعت لها كل الحاجات دي وهي تتصرف. فهبعت لها عنوان a، a بس كده، يبقى كأني ببعت عنوان على أول element في a، و b و result add و result multiply. فكده ال function دي هتاخد مني أربع مصفوفات، يعني أربعة بوينترز. عشان كده لما تشوف فوق في البروتوتايب بتاعها أو في الديفينيشن بتاعها هتلاقي انتج انتجر نجمة انتجر نجمة انتجر نجمة انتجر نجمة، اللي هما الأربعة inputs بتوعها. الري المصفوفات، الري الأرقام الأولانية، الري الأرقام التانية، الري اللي هحط فيها نتيجة الجمع، والري اللي هحط فيها نتيجة الضرب. تعال نشوف الفانكشن نفسها بقى. فالفانكشن معرف فيها AA BB R1 R2، كل دي بوينترز على الاربع حاجات اللي انا بعتهم. فده كده بوينتر هيحتفظ جواه بعنوان المصفوفه اللي اسمها ايه، بي بي، دي ده بوينتر هيحتفظ جواه بعنوان المصفوفه اللي اسمها بي، ار 1 ده بوينتر هيحتفظ بعنوان المصفوفه اللي اسمها ريزلت اد، وار 2 هيحتفظ بعنوان ريزلت مالتيبلاي. هاجي جوه بقى هقول له ايه، هعمل فور لوب، الفور دي بتعدي على خمس ارقام، وكل تمسك ال AA تاخد الرقم الاول، الرقم اول رقم فيها مع ال BB تجمعهم وتحطهم في R1 وفي I، وتاخدهم تضربهم وتحطهم في R2 وفي I، وبعدين I تتغير بدل ما هي صفر تبقى واحد، تعيد نفس الكلام تبقى اتنين، وتعيد نفس الكلام. فبعد ما اللوب دي تخلص هكون خدت كل الارقام اللي في AA واللي في BB، جمعتهم وضربتهم حطيتهم في R1 و R2. لما الفانكشن دي تخلص انا كل اللي انا عملته ده عملته على R1 و R2 و AA و BB اللي هم اصلا بيشاوروا على الماتريسيز الاصليه. فهتلاقي ان انت عندك ريزلت اد وريزلت مالتبلاي كتب فيهم الحاجات اللي انا عايزها. بعمل هنا في الاخر برنت اف فور لوب عشان ابرنت المحتويات بتاعت ريزلت اد وريزلت مالتبلاي. فهتبص انا بطبع هنا ريزلت اد الاول، وبعدين بعمل تاب واحط ريزلت مالتبلاي. فهتلاقي ان انت عندك لما تيجي نرن البرنامج يطلع لك 6 6 6 6 6، ده اللي هو نتيجة جمع كل الأرقام، وبعدين 5 اللي هو 1 في 5، 8 اللي هو 2 في 4، 9 اللي هو 3 في 3، 8 اللي هو 4 في 1، 5 اللي هي 5 في 1.